بنات وابناء الاعزاء، اهلا بيكم مع محاضره جديده من سلسله محاضراتنا في مقرر الهيستولوجي والجيناتيك. ان شاء الله نبدا النهارده شابتر البلد. وشابتر البلد من الشباتر المهمه جدا جدا في حياتنا العمليه والطبيه. النهارده هنبدا على طول مع الار بي سيز. بس قبل ما نبدا مع الار بي سيز او كرات الدم الحمراء، تعالوا كده نتخيل ان وانت راجع من الكليه قبلك حبيبنا الجميل ده وقال لك له النبي يا دكتور لو سمحت اقرا لي التحليل ده. طبعا انت سعادتك هتبص على التحليل علشان تحاول تعرف هو فيه ايه، وان شاء الله على اخر المحاضره هنعرف التحليل بتاعنا ده فيه ايه، اللي هو عباره عن صوره الدم او السي بي سي او الكومبليت بلاد كاونت. لكن خلونا نبدا النهارده مع الاريثروسايت او كرات الدم الحمراء. هناخد فيها ايه؟ هناخد السايز والشيب والنمبر والادابتيشن تو ذا فانكشن، اربع نقط محددين. بس في الاول بنقول مقدمه عن البلاد. البلاد ما هو الا سبيشال تايب اوف كونكتيف تيشو. كونكتيف تيشو ليه؟ لانه بيتكون من سيلز وفايبرز وماتريكس. فين السيلز؟ هنتكلم عليها بعد شويه. فين الفايبرز؟ هنعرفها بعد شويه. فين الماتريكس؟ اللي هي البلازما. يبقى البلازما هي الماتريكس اللي موجود فيه الفايبرز وموجود فيه الايه؟ السيلز. طب البلازما دي عباره عن ايه؟ دي عباره عن ميه وفيها اورجانيك وشويه ان اورجانيك سبستنس. يبقى فيها ان اورجانيك سبستنس واورجانيك سبستنس. الان اورجانيك سبستنس اللي هي الصولت، الصوديوم كلورايد، الكلام ده. الاورجانيك كومباوندز اللي موجوده يا اما امينو اسيدز يا اما بلازما بروتينز. البلازما بروتينز زي الالبومين، زي الجلوبولين، زي الفايبرينوجين. او الفايبرينوجين ده هو الفايبر، شوف الكلمه فايبرينوجين. لكن علشان هو في البلازما فبيبقى دايب في البلازما فما بنعرفش نشوفه. لكن لو اخذنا عبوتين كده، حطينا في كل عبوة 3-4 سنتي دم، وبعدين حطينا على واحدة منهم هيبارين. هيبارين ده أنتي كوأجولانت، يعني بيمنع البلاد من التجلط. وبعدين قمت مدورهم في السنترفيوج بتاعه في جهاز الطرد المركزي بتاعي بالشكل ده شوية، دقيقتين 3-4-5 دقايق، وقفت الجهاز وشفت الأنبوبتين بتوعي، الاقي دي بالمنظر ده والانبوبه دي بالمنظر ده. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان الفايبرينوجين اللي هنا اللي موجود في البلازما اتحول هنا لفايبرين. فايبرين يعني فايبر. هذه الفايبر عملت انتانجلنج، يعني اصطادت او جمعت معايا السيلز كلها اللي موجوده في البلاد وعملتها لي بلاد كلوت. علشان كده بنقول ان السوبر نيتنت اللي هنا هو بلازما، والسوبر نيتنت اللي هنا هو سيرم. تستنتج من ايه؟ ان السيرم يساوي بلازما ناقص فايبرينوجين. يبقى لو انا اشوف مستوى فايبرينوجين هنا الاقي زيرو، لو اشوف مستوى فايبرينوجين هنا الاقي نورمال. يبقى البلاد بتكون من ايه؟ البلاد بتكون من بلازما وسيلولار كومبوننت. السيلولار كومبوننت عباره عن ايه؟ عباره عن ار بي سيز، بلاد بليتلتس، ولوكوسايتس. هل اللوكوسايتس بتاعتي نوع واحد؟ لا، اللوكوسايتس بتاعتي خمس انواع، ودي هناخدهم في المحاضره اللي جايه ان شاء الله. لكن لو بنتكلم عن الار بي سيز فاحنا بيهمنا جدا ان احنا نتكلم عن النمبر. لما اقول النمبر اوف ار بي سيز كام؟ اقول لك 5 مليون، نقطه من اول السطر. 5 مليون بير ايه؟ لكل ايه؟ لكل كيوبيك مليمتر، يعني كل مليمتر مكعب هنحط فيه 5 مليون ار بي سيز. صحيح في الميل بيزيد شويه، في الفيميل بينقص شويه، لكن في الاخر انا بلف حوالين او بدور حوالين رقم الخمسه. خلي بالك البلاد خمس حروف. يبقى انا كام مليون ار بي سيز؟ 5 مليون ار بي سيز. لو زادوا عن الار بي سي عن ال 5 مليون بقينا 6 مليون، بسميها بوليسايسيميا. لو قالوا عن ال 4 مليون او عن ال 4.5 مليون بسميها انيميا. تعالوا كده نشوف ده السنتي اللي احنا متعودينه في المسطره، لكن ده الملي، ده الملي اللي موجود في المسطره. الملي ده لو واخده واعمل منه مكعب هيبقى صغنطوط قوي بالشكل ده. هنكبر الملي ده، هنكبره بس عشان اتفرج عليه. كل ده ملي متر، يبقى ده ملي متر مكعب. الملي متر المكعب دم، لو انا عندي ملي متر مكعب دم يبقى موجود فيه ايه؟ شوف بص كده، هيبقى موجود فيه 5 مليون ار بي سيز تقريبا، يزيد شويه يقل شويه. رقم 2 موجود فيه 250 بليتلتايه، 250 بلاد بليتلت، 250 الف يعني، وموجود فيه 5000 لوكوسايت في المليمتر المكعب. ايوه في المليمتر المكعب. هات المسطره وشوف المليمتر ومن وصنع منه مكعب. حط في المكعب ده 5 مليون ار بي سيز، ربع مليون بلاد بليتلتس، و5000 لوكوسايتس. ولما تحطهم كلهم كده اوعى تتخيل ان هم هيملوا المكعب، لا، هياخدوا حوالي 40% من المكعب، والباقي بلازما. يبقى ال 60% الباقيين عباره عن بلازما. كل ده اللي ينطبق على المكعب هينطبق على ال 5 لتر اوف ذا بلاد اللي موجودين عندي.
السايز، بنقول ان السايز بتاعنا 7.5 مايكرون. 7.5 مايكرون ده رقم يتحفظ، ممكن يزيد يبقى 8 ممكن، لكن من 7.5 ل 8 ما يزيدش عن 8. لو زاد عن 8 يبقى الخلية كبرت، لو قل عن 7 يبقى الخلية صغرت. لما تكبر نسميها ماكرو، لما تصغر نسميها مايكرو. لكن الار بي سيز نتيجة وجود الشحنات اللي عليها ممكن تعمل لي رولو فورميشن، لكن اللايف سبان بتاع الار بي سيز بيبقى 120 يوم. بعد ال 120 يوم بتروح للسبلين علشان يحصل لها ديستراكشن في السبلين، واطلع الكومبوننتس بتاعتها واحاول استفاد منها على قد ما اقدر. دي الار بي سيز. الار بي سيز لو بصت عليها الاقيها كونكيف ان شيب. يعني ايه؟ يعني مكعبه من النص، من النص كده داخله لجوه، عامله زي العوامه. الاقيها متنفخه من بره، يعني هي بتاع دايره كده زي العوامه بالظبط. من جوه بتبقى مصفوطه شويه، ومن بره زي كاوتش السياره كده بيبقى متنفخ. ليه متنفخ؟ عشان احطه فيه الهيموجلوبين. يبقى السيكنس بتاعها الديامتر بتاعها 7.5، لكن السيكنس هنا غير السيكنس هنا. يعني السيكنس هنا في الحته دي غير السيكنس في الحته دي. السيكنس في المكان ده بيبقى حوالي 2 مايكرون، لكن السيكنس في النص بيبقى حوالي 1 مايكرون. قلت لكم نتيجه للتشارجز اللي عليها الار بي سيز ممكن وهي ماشيه في البلاد سيركيوليشن تعمل رولو فورميشن بالشكل ده، يعني تلزق في بعضها. طب هل ده رولو فورميشن؟ لا، ده بلاد كلوت. يعني لو بص تحت الميكروسكوب دلوقتي ده رولو فورميشن، لكن ده رولو فورميشن اللي هي ان السيلز تترص جنب بعضها بشكل فيسيولوجيكال بحيث انها تتفك وتتركب مره تانية، لكن وهي ماشيه نتيجه للشارجز اللي عليها بتلزق بعضها. اخر نقطه هنتكلم عليها هي الوظيفه بتاعت الار بي سيز. ايه هي الوظيفه بتاعت الار بي سيز؟ انسى كل حاجه ما عدا كاري اكسجين. يبقى الوظيفه بتاعت الار بي سيز كاري اكسجين. صحيه، بتساعد في كاري الكربون دايوكسيد بشكل جزئي، وكمان بتعمل لي الفيسكوستي بتاعت البلاد. يعني هي ليها اديشنال فانكشن، لكن الفانكشن الرئيسيه بتاعتي هي كاري اكسجين. طيب الخليه بتاعتي ازاي ادابتد فور كاري اكسجين؟ رقم واحد ان السيل ميمبرين بتاعي الاستيك وسيلكتيف. يعني ايه الاستيك؟ يعني مرن. طب وايه انا محتاج المرونه دي في ايه؟ ما هو اصل عشان يدخل في بلاد كبير زيها قوي يبقى الار بي سيز بتاعتي كل ما يكون السيل ميمبرين بتاعي مرن اضمن ان هي تتسلل داخل هذه البلاد كابيلاريز الضيقه، سواء كنا بنتكلم فوق عند اللنج او بنتكلم تحت عند التيشوس. يبقى انا محتاجها تبقى الاستيك ومحتاجها تبقى سيلكتيف علشان ما تدخلش اي حاجه، لا تدخل لي الاكسجين والكربون دايوكسيد. رقم 2 بايكون كيب. طب ودي بايكون كيب ده علشان ايه؟ عشان ازود السيرفس اريا. طب لو الار بي سيز بتاعتي بقت مش بايكون كيف كورت مني، على طول كفاءه الار بي سيز بتاعتي بتقل. يبقى رقم 2 يكون الار بي سيز بتاعتي بايكون كيف علشان تو ادابت فور ذا فانكشن. رقم 3 مفيش نيوكليس. ليه مفيش نيوكليس؟ علشان احط مكانها الهيموجلوبين. ما احنا مش فاضيين، يعني يا اما هيموجلوبين يا اما نيوكليس. لا، يبقى الهيموجلوبين اولى. يبقى نشيل النيوكليس ونحط مكانها ايه؟ هيموجلوبين. ولا اي سيل اورجانيل اصلا موجود في الار بي سيز. امال عايشه ازاي؟ عايشه بطريقه ثانيه من الاكسديشن. 33% منها مليان هيموجلوبين طبعا بدال الاورجانيلز. هذا الكربونيك انهيدريز انزيم اللي بنستخدمه في عمليه الريسبيريشن اللي بيؤدي في النهايه الى الجلايكوليسيس. يبقى اذا الخليه بتاعتي استعانت بالخمس ايتمز دول تو ادابت فور اتس فانكشن، اللي هي الالاستيك وبايكون كيف ومفيش نيوكليس ومليانه هيموجلوبين وفيها الكربونيك انهيدريز انزيم. الفانكشن قلت لكم الفانكشن الرئيسيه ترانسبورت اكسجين، لكن احيانا بتساعد في الترانسبورت اوف كربون دايوكسيد، وبعدين بتريجوليت البلد تمبريشر، بتريجوليت البي اتش، بتريجوليت الفيسكوستي والبلد بريشر والكلام ده كله. لو حبينا نلخص المحاضره في كلمتين او في خمس كلمات الحقيقه، لان احنا دايما بنحب في البلد رقم 5، هنقول ايه؟ هنقول الار بي سيز اتكلمنا فيها عن 5 مليون لكل مليمتر مكعب بير كيوبيك مليمتر. ده النمبر بتاعنا. يبقى النمبر 5 مليونز بير كيوبيك مليمتر. السايز 7.5 مايكرون. الشيب بايكون كيب، راوندد بايكون كيب. الفوليوم بتمثل 40% من البلاد. الادابتيشن فور ذا فانكشن 5 ايتمز. تاني، يبقى انا دلوقتي قدام 5 ايتمز بالمناسبه، يعني النمبر 5 مليونز، السايز 7.5 مايكرون، الشيب بايك راوندد بايكون كيب، الفوليوم
لو نسيت قول 50% بس هو 40%، لكن لو هتنسى قول كام؟ قول 50%. ايه الادابتيشن فور ذا فانكشن فايف ايتمز؟ الحاجه الاولانيه الاستيك سيلكتيف، الحاجه الثانيه باي كونكيف، الحاجه الثالثه مفيش نيوكلياس، الحاجه الرابعه مليان هيموجلوبين، الحاجه الخامسه عندنا سبيشال تايب اوف ريسبيريشن بنسميه الكربونيك انهيدريز اللي بنستخدمه في الجلايكولايسيس. كده يبقى احنا خلصنا المحاضره، لكن برضو ما جاوبناش على السؤال بتاعنا في الاول. ده طبعا الجهاز زمان لما كنا بندرس الار بي سيز كنا بنحط معاه حاجه اسمها هيموسايتومتر لعد الار بي سيز. ما عادش الكلام ده موجود الا طبعا لو صادف ان انت رحت في مكان بعيد خالص وما افتكرش ان موجود دلوقتي، لكن ممكن يصادف في حتى في دوله تانية انك تضطر تتعلم شغل الهيموسايتومتر. لكن ما دون الهيموسايتومتر احنا عندنا الجهاز او الاجهزه من انواع كتير على طول بتحط فيها العينه بتقرا لك السي بي سي او الكومبليت بلاد كاونت بالشكل ده. طب تعالى بقى نشوف صاحبنا كان لما ورانا التحليل ده احنا اخدنا فيه ايه النهارده. اخدنا الهيموجلوبين، الهيموجلوبين بس انا ما اتكلمتش عنه لان هو شويه فيسيولوجي، لكن الهيموجلوبين تقريبا بيبقى من 13 ل 15 جرام لكل برد ال. المريض بتاعنا عنده 12.2 يعني الهيموجلوبين بتاعه قليل شويه. طب يا ترى الار بي سيز بتاعته كام؟ 4.14% يعني 4 مليون. المفروض يبقى كام؟ متفقين يبقى 5 مليون 4.5، يبقى عنده الار بي سيز قليله شويه. الهيماتوكريت 37 اللي هي قلنا عليها اللي هي الباكت ار بي سيز اللي هي كانت 40%، لا ده هي دلوقتي كام؟ 37، يعني برضو قليله شويه. اطلع من الثلاث ارقام دول كورباسكولار فوليوم حجم الار بي سيزاية الواحده، والمين كورباسكولار هيموجلوبين اللي موجود في الار بي سيز، كميه الهيموجلوبين اللي موجوده في الار بي سيزاية الواحده، والمين كورباسكولار هيموجلوبين كونسنتريشن اللي موجود في ال 100 مللي. يبقى اذا عندي معادلات ما لكش دعوه بيها، لكن انا يهمني اول انك عرفت دلوقتي يعني ايه الار بي سيز بتاعي 4.14، الهيموجلوبين 12.2، الهيماتوكريت 37.9. يبقى احنا نقدر نقول للراجل الطيب ده ايه؟ انت عندك شويه ايه بقى؟ شويه انيميا. يعني ايه بقى انيميا؟ انيميا يعني ايه اللي الهيموجلوبين كونسنتريشن اقل من النورمال. اسباب الانيميا يا اما بلاد لوس، يا اما اكسسيف ديستراكشن للار بي سيز، يا اما امبيرد برودكشن اوف ار بي سيز. ما هو انا عندي مصنع بيصنع الار بي سيز، يا ترى السبب النقص عندي في الهيموجلوبين او الار بي سيز بتاعي ايه؟ هل الدم بيقع مني، ولا انا مش عارف اعمل انتاج، ولا بعد ما اعمل له الانتاج يحصل له ديستراكشن؟ دول ثلاث اسباب بتوع الانيميا. انواع الانيميا، انواع الانيميا ممكن يكون نتيجه ايرن ديفيشنسي انيميا، يعني انا ما باكلش كويس. ممكن يكون نتيجه هيموريج، الهيموريج ده ممكن يكون اكيوت ممكن يكون كرونيك. ممكن يكون الار بي سيز بتاعتي بتتكسر، انا كونتها حلو واخدت حديد والمصنع بتاع اللي هو البون مارو شغال كويس، لكن بعد ما تطلع بتتكسر. دي تتكسر في منها اسباب واضحه جدا زي الميجالوبلاستيك انيميا، لكن ممكن يكون السبب ابلاستيك انيميا على البون مارو بتاعي اصلا كسلان. دي انواع الانيميا واسبابها وشكلها والكلام ده كله. لكن عندي حاجه تانية اسمها بوليسايسيميا. في البوليسايسيميا دي الار بي سيز بتاعتي بيبقى انتاجها اكتر من اللازم، ولا تعمل لي مشكله طبعا لانها تزود الفيسكوستي بتاعت البلاط. لكن احيانا تبقى فيسيولوجيك، احيانا تبقى باثولوجيك. فيسيولوجيك يعني ايه؟ يعني تخيل انك سافرت السعوديه وبعدين رحت سكنت في ابها، فوانت قاعد في ابها قعدت فوق 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 على الجبل فوق عالي قوي. لما بتطلع فوق قوي كده بيبقى الاكسجين تنشن قليل. انت مش متعود على الحكايه دي لانك انت جاي من الزقازيق ولا من بورسعيد ولا من المنصوره، بتروح على بيئه جديده الاكسجين تنشن فيها قليل. طب الار بي سيز بتاعتك تعمل ايه؟ مش عارفه تاخد الاكسجين، تقوم تضطر تكون ار بي سيز كتير، فتبص تلاقي وشك ورد كده واحمر وبقى حلو وحاجه تانية خالص. ليه؟ جه منين الكلام ده؟ جه من الديكريزد اكسجين تنشن في الاتموسفير، فنتج عنه ان انا عايز اخد اكسجين يكفيني، فاضطريت او لجأت الى انتاج كميه كبيره من الار بي سيز بانت على وشي في التوريد او في الوردان او في الحمران اللي احنا متعودين عليه ده. ده بنسميه فيسيولوجيك. نفس الرياكشن ده هيحصل لو انا تعرضت لايه؟ تعرضت لاي حاجه تقلل لي الاكسجين تنشن جوه
السيركيوليشن بتاعتي، حاجه في الريسبيراتوري سيستم، حاجه في الكيدني، كل ده بيعمل لي باثولوجيك بوليسيسيمي. تعالوا كده نشوف كام سؤال كده مع بعض ونشوف الحالات بتاعتنا دي. دي واحده عندها 25 سنه، كويس، عندها هيفي من ستيرويد بيريودز، يعني خلاص احنا كده في اتجاه الهيموريدج، يبقى اذا عندها ايرن ديفيشنسي انيمي. طب احسن وصف نوصف بيه الار بي سيز ده هو ايه؟ هي هايبر كروميك، يعني لونها اكتر من الاغمق من اللازم، ولا ماكروسيتيك يعني خلايا كبيره، ولا مايكروسيتيك يعني خلايا صغيره، ولا نورموسيتيك خلايا عاديه، ولا بايكلوسيتيك يعني خلايا متعدده الاشكال؟ ايه رايكم نختار ايه؟ اختار وقول لي. طيب واحده عندها 18 سنه، دخل في دور دايريه واسهال ومش عارف ايه والكلام ده كله، فحصل عندها هيمو كونسنتريشن، حصل عندها هيمو كونسنتريشن. النورمال هيماتوكريت فاليو بتاعت الباكيت ار بي سيز، الار بي سيز واللوكوسايتس والبلاد بليتلتس دول لما يترسبوا عندها يتجمعوا مع بعض، يبقى نسبتهم كام نورمالي؟ 10%، 20%، 40%، 60%، ولا 80%؟ خلي بالك من كلمة نورمال. طيب انت بتحضر الراوند مع الدكتور بتاعك، فمع النايب يعني، فالنايب قال لك ايه رأيك ان انا عايزك تعمل لنا محاضرة النهاردة عن البيزك برينسيبل اوف هيماتولوجي، هيماتولوجي يعني علم البلاد، ايه الموست اباندنت فورمت اليمنت، فورمت اليمنت يعني سيلز، ايه اكتر حاجة في الفورمت اليمنت موجودة وبالتالي هتحب تتكلم عليها؟ هل الإريثروسايت ولا الجرانيولوسايت اللي هي الليكوسايت، يعني كل دي انواع من الليكوسايت، ولا البلاد بليتليتس؟ انهي واحدة اكتر واحدة فيهم؟ طبعا هتقول لي ايه الاجابة الصحيحة. في الاخر انا بقول يا رب تكون المحاضرة بالنسبة لكم مفيدة، هي بالنسبة لي انا شخصيا كانت مفيدة، لكن ان شاء الله نتقابل في محاضرة جديدة باذن الله عن الوايت بلاد سيلز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.